السلام عليكم سميتي انور ملقب بالخبراتور 22 سنه كنسكن في كازا كاريان ديال الغفله المهم اخوتي انا كنغني الراب وكنكلاشي يعني بواحد الطريقه اللي هي مضحكه بزاف وما حاقد على واحد اخوتي يعني انا غير بغيت نضحك مع بنادم ونبسط مع بنادم رغم انني لقيت بزاف ديال الصعوبات بنادم حاقد عليا ما علاش بزاف ما حملونيش طيحوا لي الحسابات وحقدوا عليا انا ما علاش رغم انني واخا كنكتب شي حاجه اللي بزاف كيقول لي قاصح قاصح ولكن انا غير كنضحك بهذاك اول حاجه خويا الزين كنت في 2014 14 كنت داخل الجروب واش هذيك الساعه كنت داخل الجروب واش وكنسمع بنادم كيتكلاشا وهذاك وكان واحد السيد كان صديق ديالي آه زكريا المريول وكان واحد سميتو جوك حمزه واحد فيهم كان كيعيرنا داك جوك حمزه كان كيكلاشيني هو الشيء صافي ملي كندوز على داك الدري كنقول شرح ليا شي كيقول لي راه ميكس وداك الشيء ومن بعد تطورت صافي تلاقيت مع داك الدري واخا كان كيقول لي نشد نقسمك وكان كيعير لي نضربك الجناوه تلاقيت معاه يعني خاصك تفهم انه واخا بنادم واخا يعيرك راه ما حاقدش عليك فهمتيني يعني تلاقيت معاه وتعلمت معاه بزاف ديال الحوايج ودارت الوقت ولا هو كي كيقول لي كيعجبوني داك الشيء اللي كتغني من تما كاين كنت بديت هذيك الساعه كان كراشي في دقيقه يعني ما كنزلش على دقيقه وما كنزيدش دقيقه هذا هو قانون عندي وما كاينش تخسر الهضره فهمتيني صافي من بعد قرات اني بعد من هذا الشيء وعاود عاوتاني رجعت انا خويا الزين بنوصل بزاف ديال الروابا انهم اللي كيريحوا كيبقاو يشفروا يعني بنادم يخدم عقله ما يبقاش معول على بنادم يمشي يشفر لي يعني بزاف كاين بنادم بزاف على شي غني وهذه وطن فهمتيني يعني كيكون واحد الانسان ضارب واحد التمره باش يغني واحد الديسك كتنوض انت بواحد البروده وكتشفروا لي وكتغني فهمتينا اخويا زين شي بغيت نوصل بنادم يعني الراب بعدنا حنا راه نقاس بزاف وما نكذبش عليك الحلم ديالي اخويا زين يا تكون عندي شي دار تكون ديالي لحقاش هنا كنلقى بزاف ديال الصعوبات كنبغي نسجل شي فيديو هادي الطن نضحك ونشط كنلقى الكواليس بزاف كيكون داير شي واحد الكروسه كيغوت حتى كضرب باش فيديو كيكون شي كارب هادي نتوما راكم عارفين كلشي يعني كاريان كتوقع اي حاجه يعني كنضرب تماره بزاف باش نسجل فيديو بالنسبه للكتابه يعني كنكتب راسي حتى شي واحد ما كيعاونني كنكون مريح يعني وانا كنختار الموضوع اللي غادي نغني عليه من اون ديبوار، يعني مهما كنختار الموضوع كنجبد غير البديه ديالو وذاك السطر، صافي كيتسرسب عليه داكشي بخف، يعني وكنبقى لاقيو بزاف ديال الحوايج. والكلمة الأخيرة أنا كنبغي نشكر أن المغاربة كاملين، وخا غادي نلقى الناس اللي حاقدين عليا، ولقيت أن الناس اللي حاقدين عليا رغم أنني غير كنضحك بواحد الطريقة وما حاقد على حتى شي واحد، واللي غيسول على الانستغرام ديالي راه كتشفيه فيه أنوار خبراتور يعني في يوتيوب في تيك توك في انستغرام كاين انور خبراتور